مرحبا، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير التاكو. عنا خبز التاكو، 4 معالق طعام زيت نباتي، بصلتين صغار مقطعين بهيدا الشكل، 1/2 كيلو لحمة مفرومة، ملعقة طعام ملح، وملعقة طعام بهار التاكو ملاني. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط زيت نباتي، كمان البصلة، بقليهم مع بعض على الغاز. بصلت البصلة بهيدا الشكل، هلا بقطفها وقلحني. بقلي اللحمة والبصلة مع بعض، بحط البهارات، ملح، وبقليهم مع بعض. بس استوت اللحمة بهيدا الشكل، هلا بصفي الغاز. بعد ما قلينا اللحمة بدنا نكفي الطريقة مع بعض. عندي خضرة فليفلي حلوة مقطعة بهيدا الشكل، خس، بندورة، خيار، بصل أخضر، جبنة مازوريلا. أول شي بخلط الخضرة، يلي بحب بحط فوق الخضرة رشة ملح وعصرة حامض صغيرة، أكيد حسب الرغبة، بس أنا راح أتركها زي ما هي للخضرة. بحط من الحشوة بهيدا الشكل، كمان بحط خضرة، وبرش جبنة على الوجه بهيدي الطريقة. هلأ بحطهم بالصحن. هيدا سندويش التاكو اللي عملته أنا وياكم على طريقتي. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي. باي باي.